بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المسيح قام، نقول ايه؟ بالحقيقه قام. الحقيقه احنا من السمات المهمه قوي في الكنيسه عن فتره الخمسين بنسميها فتره ايه؟ ها؟ مين يعرف؟ فتره فرح. علشان كده تلاقوا الكنيسه يعني لما تدخلوا الكنيسة إن شاء الله في فترة الخمسين وقريب خالص هتلاقوا الكنيسة متزوقة بإيه؟ بالسطور البيضاء والبيارق البيضاء وكل الحاجات، الشرايط البيضاء اللي عليها صلبان، كل دي علامات من علامات الإيه؟ الفرح. والحقيقة رسالة فيليب هي رسالة فرح، عشان كده قلت إن إحنا ندرس رسالة فيليب. لما نرجع في التاريخ لفيليبي، ايه موضوعها ومين اللي بناها؟ اول حاجة هي بتقع في شمال اليونان. تاني حاجة اللي بناها فيليب ابو اسكندر الاكبر، وسماها باسمه، عشان كده سماها فيليبي. وبعد شوية لما وقعت الإمبراطورية اليونانية وجت بعدها الإمبراطورية الرومانية، استمر اسم فيليبي زي ما هو. وفيليبي رغم إنها كانت بتقع بعيد قوي عن روما، يعني مسافات بعيدة قوي، لكن كانوا ناس بيلتزموا جداً بالقوانين بتاعة روما وبكل النظم اللي هم حطوها. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما يبص على أهل فيليبي يقول عليهم حاجة جميلة قوي، يا ريت كلنا نحطها في بالنا ونحفظها. يقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. قولوا معايا، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. ودي فيليب الإصحاح الأولاني عدد 27. يعني يا جماعة، سواء عشتوا في كندا ولا عشتوا في مصر ولا عشتوا في أمريكا ولا عشتوا في أوروبا، في أي حتة تعيشوا فيها، عيشوا حسب النظام اللي حطوا ليكم الإنجيل. نيجي بعد كده نسأل نفسنا عن دخول المسيحية في فيليبي. نلاقي إن معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال يوضح لنا إزاي دخل الإيمان في مدينة فيليبي في الرحلة التانية من رحلات معلمنا بولس الرسول. إزاي؟ لما طلع معلمنا بولس الرسول في رحلته الثانية من أنطاكيا اللي هي سوريا وكان معاه سيلة، علشان يفتقد الكنايس اللي هو بشرها في رحلته الأولى، وهي شمال قبرص، ومر بمنطقة اسمها فيرجية ومنطقة اسمها غلاطيا اللي هما يعتبر حاليا تركيا. وبعد كده عدوا على حته اسمها ليسترا اللي كان معلمنا بولس الرسول كرس فيها في رحلته الاولى. وهناك في ليسترا اتعرف بشاب بولس كان بيحبه قوي بعد كده. الشاب ده اسمه تيموثاوس، ولما نبص على تيموثاوس نلاقي ان اصبح معلمنا بولس الرسول في رحلته الثانيه لما يتكلم عن مين؟ عن بولس وسيله وتيموثاوس، عن الثلاثه. معانا يا جماعة؟
وبعد كده نبص نلاقي التلاتة يروحوا في مناطق مختلفة في آسيا. ولما نرجع لسفر الأعمال إصحاح 16 نلاقي بيقول لنا إيه؟ وبعدما اجتازوا في فيرجية وكرة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. هنا كلمة جميلة أوي أوي عايزين نقف عندها، وهو سلطان الروح القدس في الكنيسة. يعني تتصور بولس رايح عشان يبشر في بلد والروح القدس يقول لي ايه؟ لا ما تكلمش ما تكلمش. تتصور واحد يجي يتكلم ما يقدرش يتكلم. مش هو السيد المسيح قال اعطيكم فما وحكمة؟ وهنا كان بيتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة. طب لما يجي واحد زي بولس في منطقة من المناطق ويلاقي نفسه مش قادر يتكلم، يبقى ده بولس يقاوم الروح؟ لا، يخضع لروح الله ويطاوع الروح القدس. وبالتالي نلاقي في الآخر إذا الروح القدس اتكلم يبقى الروح القدس هيدي نعمة مع السامعين علشان يقدروا يقبلوا كلمة ربنا ويستجيبوا للوعظ أو التعليم اللي بولس بيتكلم فيه. علشان كده هتلاقي إن مثلا زي ما حصل مع ليديا بائعة الأرجوان في فيليبي، هنا نجاح الكرازة في منطقة فيليبي كان أساسه النفوس اللي اتجاوبت مع كلمة ربنا واللي أبدت استعدادها القوي علشان إيه؟ تسمع صوت ربنا وتسمع كلمة ربنا. وبالتالي بولس ربنا يمنعه من الروح القدس، يمنعه من الكلام في مناطق لأن المنطقة دي مش مستعدة إنها تسمع كلمة ربنا، ويديله نعمة إن هو يتكلم، الروح القدس يسمح له إن هو يتكلم في منطقة تانية لأن الروح القدس هيدي نعمة للسامعين هناك. وبالتالي ده السيستم أو الطريقة اللي كان ماشي بيها معلمنا بولس الرسول. وبالطريقة دي مفيش أي نوع من التعطيل لعمل ربنا في الخدمة أو في انتشار كلمة ربنا أو وصول كلمة ربنا. ولما نشوف التعطيل اللي حصل هنا نلاقي فيه كان اشتياق كبير جدا في مدينة فيليبي عشان سماع كلمة ربنا. عشان كده نلاقي فيه مخطط في خط سير معلمنا بولس الرسول لما وصل لنهاية منطقة آسيا لغاية حدود بحر إيجا. وما كانش بولس بيفكر إن ربنا بيعده علشان يروح لمكان تاني أو يروح لأوروبا بالذات. وهنا نلاقي وهو في حيرة جدا تلاقيه يشوف رؤية عجيبة جدا، يشوف راجل مكدوني بيقول له إيه؟ أعبر إلينا وأعنا، أعبر إلينا وأعنا. والراجل ده هو معلمنا بولس الرسول بعد ما شاف الرؤية ديت حس إن هو لازم
يعدي بحر إيجا عشان بعد كده يدخل أوروبا استجابة للرؤية اللي إيه؟ اللي شافها. وطبعا الرجل المجنوني ده هو اللي قال أعبر إلينا وأعنا، دي عبارة عن صرخة استغاثة من إنسان في ضيقة ومحتاج لمعونة، عشان كده بيقول له تعالى وإيه وأعنا. وبالتالي تلاقي معلمنا بولس الرسول هو مش بيملك كلمة ربنا ولا راسم خطة أو خريطة لخط السير بتاعه، لكن ربنا هو اللي بيمشيه يروح فين ويوصل فين بشرى الخلاص أو كلمة ربنا. وبالتالي تلاقي إنه ساعات كتيرة لما نلاقي واحد بيصرخ زي كده، ده كان موضوع يحرك قلب بولس الرسول ويخليه يتحرك ويروح لأوروبا. لما نرجع لسفر الأعمال نلاقي لما شاف الرؤية دي على طول طلب ان هما يطلعوا من مقدونية ويعرفوا ان ربنا دعاهم علشان يبشرهم، وعلى طول طلعوا من ترواس. وهنا نلاحظ ان الكاتب بياخد في تعبيره في سفر الأعمال اللي كتبه القديس لوقا، يقول طلبنا فأقلعنا، بينما قبل كده قال اجتازوا فمروا. يعني هنا القديس لوقا بيحط ايه المهمة من قبل لحظة الإقلاع، ان جالهم طلب وعشان كده هم ايه هم اتحركوا وطلعوا. عموما بولس ما تشككش في صحة الرؤية وما سألش عن أهمية الدعوة، لكن اتحرك على طول ودخل مدينة علشان يضم للإيمان آلاف. وهل ده معناه إن كل الهيصة دي كانت علشان ليديا بائعة الأرجوان؟ لا، ما كانش علشان ليديا ولا أهل بيتها ولا سجان فيليب ولا أهل بيته، لكن ربنا لما راح بولس بالاشتياق للخلاص من أهل الخلاص أهل البلد ديت، ربنا بدأ يفتح له بواب، ولو هي بواب تبدو أنها صغيرة جدا، لكن ربنا بيشتغل بالقليل خالص. وبالتالي تبص تلاقي إن دول كانوا رائحة المسيح الزكية اللي بدوا يعملوا ريحة المسيح في البلد بتاع فيليبي. وتلاقي معلمنا بولس الرسول بعد فترة كام يوم كده وبعد كده إيه يحطوه في السجن. ولما يدخل معلمنا بولس الرسول في السجن لا يتزعزع إيمانه ولا يشك في الرؤية ولا يشك في مسؤوليته من جهة إيه؟ من جهة الناس دول، علشان كل اللي كان معلمنا بولس الرسول بيحطه قدام عينيه إن أنا متأكد إن ربنا دعاني عشان نبشر الناس دول. عموما معلمنا بولس الرسول كان دايما ليه خطة، لما بيوصل بلد بيروح على فين؟ بيروح على المجمع. المجمع ده اللي هو ايه؟ اللي هو المكان اللي بنينه اليهود علشان يجتمعوا فيه. يعني كان فيه الهيكل ده في أورشليم، لكن كل حتة او كل بلد من البلاد
اليهود يبنوا حاجة زي صالة كده أو قاعة، والقاعة دي يسموها المجمع، والمجمع ده هو المكان اللي إيه؟ اللي يجتمعوا فيه علشان يصلوا أو يسمعوا كلمة ربنا يوم السبت، اللي هما مفروض يقدسوا هذا اليوم. معلمنا بولس الرسول كراجل أصلا يهودي كان يروح فين؟ كان يروح المجمع. حدش هقول له لا، ده انت راجل، ده هو راجل يهودي وفاهم الايه؟ فاهم اللعبة كويس. يقوم لما يدخل المجمع يبتدي بقى ايه؟ يعني ينكش فيهم، يبتدي يعني يحاول ان هو يفتح اي مدخل او اي باب للكلام. فيليبي ما قدروش يبنوا مجمع. امال كانوا بيجتمعوا فين؟ كانوا بيجتمعوا على النهر او على النهر، على ضفة النهر. فاستنى بولس لغاية يوم السبت وراح على طول على ضفة النهر، فلقى مجموعة من الستات، وبولس كان بطبيعته بيسيب ربنا هو اللي يقتاده وهو اللي يحرك. طيب ايه اللي حصل؟ على طول بدأ بولس يتكلم، وبدأ من العهد القديم، ودخل من اليهودية للمسيحية، وبدأ يكرز بالمسيح. كانت النتيجة إيه؟ إن كان من بين الحاضرين امرأة اسمها ليديا، وليديا دي كانت مشهورة إنها تبيع الأرجوان. الأرجوان ده إيه يا جماعة؟ مين يعرف؟ أرجوان ده الحرير، أنواع فخمة قوي من الإيه؟ من الحرير. فهي كانت أول إنسانة بدأت تقبل كلمة ربنا، والحقيقة هم بيعتبروها أروع شخصية في الكتاب في الإيمان بتاعها. و مكانها الأصلي كان ثياتيرا اللي هي في تركيا، وبعد ما قبلت الإيمان بالمسيح في أوروبا، بعد كده بدأ معلمنا بولس الرسول يكمل شغله، ويقول كده فتح الرب قلبها لتصغي إلى ما يقوله بولس. ده سفر الأعمال بيقول كده، إن ربنا فتح قلبها عشان تسمع اللي بولس بيقوله. وبالتالي مفتاح القلب مع مين؟ مع ربنا. والقلب طبعا مركز العواطف، مركز المشاعر، ولما ربنا هيفتح قلبها على طول تبتدي تستجيب لدعوة المسيح ليها على لسان معلمنا بولس الرسول. بعد ما قضى معلمنا بولس الرسول يوم السبت ده هو، وليديا قبلت الإيمان، قالت لهم حاجة جميلة أوي. قالت لهم إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي، ادخلوا إلى بيتي وامكثوا فألزمتنا. وطبعا الحته ديت توقفنا شويه. ان كنتم حكمتم اني مؤمنه، يعني بولس هيحكم ازاي انها مؤمنه؟ يعني طبعا معلمنا بولس الرسول يعني من خلال خبراته الطويله عارف الايمان وعارف ثمر الايمان. فعشان كده أول ما هي قالت لهم الكلام ده هو ادخلوا إلى بيتي وامكثوا، فبدأ بولس يدخل عندها. وطبعا لما بولس يدخل بيت يعمل فيه إيه؟ يعتبره مقر ليه. وبالتالي هي مش فتحت قلبها بس، لكن الحقيقة فتحت قلبها وفتحت بيتها،
واكثر من كده معلمنا اللغه البشريه يقول فالزمتنا، يعني بالعافيه. فبالتالي الدعوه بتاعتها كانت تعتبر قرار بانها بيتها هيبقى مكان للكرازه بالانجيل، وبولس يدخل البيت ده هو علشان يبقى ديت بداية العمل. وطبعا معلمنا بولس الرسول يتقابل مع ليديا على شاطئ النهر، وده يفكرنا على طول بالمرأة السامرية اللي اتقابل معها السيد المسيح عند بئر يعقوب. وزي ما المرأة السامرية قالت للسيد المسيح استنى، وراحت نادت بلدها بحالها وجم كلهم وقعد معاهم السيد المسيح 3 أيام وقبلوا كلهم الإيمان وقالوا لها ليس بسببك لكن بسبب الأعمال اللي احنا شفناها. وهنا نلاقي ليديا بتبقى هي الشخصية المقابلة للمرأة السامرية، علشان كده تبتدي تلزم بولس ان هو يدخل بيت عندها، ويبقى البيت عندها ده بداية الايه العمل او بداية الخدمة. طبعا الشيطان مش هيقعد ساكت، اول ما يبتدي العمل ده هو يبتدي الشيطان يهيج. الشيطان يهيج ازاي؟ كانوا بيجتمعوا الكنيسة بتاع فيليب عشان تجتمع تصلي، وكانوا في يوم رايحين يصلوا، فاللي حصل ايه؟ كان في جارية بها روح عرافة، يعني فيها روح شيطان، وطبعا هنا بتدعي انها تعرف الغيب، وطبعا الناس دول ما زالوا موجودين لغاية النهاردة، يعني الناس اللي عندهم روح العرافة دي الشيطان بيستخدمهم، من خلال الشيطان بيدعوا انهم بيعرفوا الغيب. لكن احنا كأولاد ربنا لا نتعامل مع الناس دول، لان دول بيتعاملوا مع الشيطان اللي هو كذاب وابو الايه؟ وابو الكذاب. فتبص تلاقي الست دي بدأت تجري ورا بولس، و يعني تعمل هيصة وراهم، وبالتالي بدأ الموقف يبقى شكله مش حلو أبدا. عشان كده صرخت وراهم زي ما بيقول في سفر الأعمال هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وبالتالي اللي حصل في الآخر إن معلمنا بولس الرسول أخرج الشيطان من الست ديت، ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة، لأنه الست دي كانت مصدر دخل كبير قوي لاصحابها. فيبقى لما معلمنا بولس الرسول يطلع الشيطان منها يبقى معنى كده ان هم فقدوا مصدر المكسب اللي هم كانوا عايشين منه، وبالتالي تبقى الشيطان يهيج اكتر على بولس وخدمته. فبالتالي نلاقي ان الشيطان دايما بيهيج قدام عمل ربنا. الرساله بتكون من 4 اصحاحات، عايزكم تحفظوهم معايا. الاصحاح الاولاني المسيح حياتنا، والايه بتاعتهم بتاعت الاصحاح الاولاني غير الحياه هي المسيح. يبقى اول اصحاح ايه يا جماعه؟ المسيح حياتنا، ليه الحياة هي الإيه؟ هي المسيح.
طب الإصحاح الثاني، المسيح مثالنا. المسيح هو المثال بتاعنا، هو القدوة بتاعتنا. وعشان كده تلاقي الآية بتقول إيه؟ فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. يبقى الفكر بتاع المسيح بس بقى جوايا أنا. فالمسيح بقى إيه؟ بقى المثال أو القدوة بتاعتي. الإصحاح الثالث، المسيح رجانا. والآية هنا اللي احنا بنبص عليها تلاقي معلمنا بولس الرسول يقول لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح يسوع. يبقى المسيح حياتنا، المسيح مثالنا، المسيح رجائنا. رابع حاجة أو الإصحاح الرابع، المسيح قوتنا. ودي الآية اللي قالها أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي. يبقى المسيح حياتنا، المسيح مثالنا، المسيح رجانا، المسيح قوتنا. أربع إصحاحات بأربع آيات. المسيح حياتنا، قلنا هي الحياة هي المسيح. المسيح مثالنا، فليكن فيكم فكر إيه؟ فكر المسيح. المسيح رجانا، وبالتالي لازم علشان نبقى كامل لازم ندرك الذي من أجله أدركني المسيح يسوع. المسيح قوتنا، ودي اللي احنا بنقول فيها أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي. أنا هنكتفي بالجزء ده عن رسالة فيليبي، لكن هنكمل في المرة الجاية المقدمة برضو بتاعة الرسالة، لأن فيليبي ككنيسة كان لها صفات أو سمات، والأمور دي هنتعرض ليها في المرة الجاية. تعيشوا كل مرة، ربنا يحافظ عليكم ويديكم كل بركات قيامته المقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.